السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فاضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم حبيت أنه أحدثكم عن موضوع أعتقد أنه مهم للكثيرين. قبل مدة، يعني بصفتي طالب في أحد الجامعات الأمريكية، استلمت إيميل من أحد الطلبة اللي هم زملائي في الجامعة. طبعا هذا الشخص أنا ما أعرفه بشكل شخصي، إلا أنه عرفت أنه هو طالب في الجامعة من خلال امتداد الإيميل، يعني لأنه @utk@vols.utk.edu، فامتداد الإيميل يدل على أنه هذا الشخص هو طالب في الجامعة. طبعا لا اعرف اذا كان هذا الطالب يعني قد ارسل الايميل بشكل مباشر لي يعني متعمدا، او انه يعني تم اختراق ايميله وتم يعني استخدامه لارسال هذه الرسائل. الرساله كانت تقول بانه يعني بارت تايم جوب، الحصول على عمل في بوقت جزئي. يعني تفاصيل الرساله تقول بانه شركه بيبسي كولا، وعلى الخصوص الماونتن ديو، عندها حملة إعلانات جديدة تحب أنه تقوم بوضع استيكرات اللي هي عبارة عن ملصقات إعلانات لهذه الشركة على سيارات الناس اللي عندهم سيارات. وطبعا تعطيهم فد مبلغ مالي محدد كل أسبوع، وتعطيهم أيضا مبلغ الغاز أو البنزين، ولا تطلب من عندهم أي شيء، فقط أنه يضعون دعايات هذه الشركة على سياراتهم ويقومون بنفس يعني عملهم اليومي في الذهاب والإياب إلى الأماكن التي يذهبون لها، يعني سواء كانت البيت أو العمل أو الجامعة أو غيرها. فقمت يعني بفتح الإيميل ومتابعة المتطلبات، يعني طبعا أرسلت لهم، يعني فتحت الرابط اللي هم طلبوا من عندي، وأرسلت لهم التفاصيل أنه أوكي أنا شخص يعني مهتم بهذا الموضوع وعندي سيارة. أعطيتهم يعني طلبوا طب اسمي وعنوان السكن ورقم الهاتف والإيميل وطبعا يعني نوع السيارة وغيرها من الأمور الأخرى. بعد ذلك أجتني فد رسالة من عندهم تقول بأنه أوكي يعني your registration or your application has been processed، يعني بأنه طلبك للعمل بهذا الشيء تم قبوله، والآن إحنا راح نرسل لك بقية التفاصيل، فقط أعطينا عنوان السكن مالتك أو نفس عنوان السكن اللي هم استخدموه في البداية، راح نقوم بإرسال المختصين لوضع الاستيكرات على السيارة أو وضع الملصقات على السيارة، وطبعا نتعهد لك أنه لن تقوم بالإضرار بهذا، يعني لن تقوم بالإضرار بالسيارة، وإنما المختصين سيقومون بوضعها بعناية، وأيضا هم نفس المختصين سيقومون بإزالتها بعد انتهاء العمل اللي هو قد يستمر 2 أو 3 أو 4. والآن سنقوم بإرسال صك لك يحتوي على المبلغ المالي اللي هو خاص بك للأسبوع الأول، إضافة إلى المبلغ المالي الذي يجب أن تعطيه إلى المختصين عندما يأتون لوضع الاستيكرات أو الملصقات. طبعا هنا بدأت يعني العملية تبدو يعني مشبوهة إلى حد ما، لأنه إذا كانت شركة بمستوى ماونتن ديو، أولا الإيميل اللي راسلوني به هو @gmail.com، أي أنه ليس إيميل رسمي. الشخص اللي يتحدث معي هو يعني يعرف نفسه على أنه هو مدير المبيعات والتوظيف في شركة بيبسي كولا أو فرع يعني جنوب أمريكا، ومع ذلك الإيميل مالته هو @gmail.com. وبالتالي هذه كانت واحدة من الأمور المهمة يعني اللي يجب أخذها بعين الاعتبار. مباشرة عرفت أنه هذا الشيء مشبوه. بعد ذلك المبلغ اللي كان يفترض أنه يعطوني إياه في الأسبوع مثلا هو $100 أو $200، في حين الصك الذي أرسلوه لي يعني يحتوي على 4000 أو $5000، 4850 دولار. فقالوا لي بأنه تأخذ $150 اللي هي خاصة بك للأسبوع الأول، والبقية تعطيها على شكل كاش إلى المختصين عندما يأتون للصق الملصقات على السيارة. طبعا في هذه اللحظة أنا بديت أشك بالموضوع، لأنه مثل ما ذكرت لكم لو كانت القضية منطقية لكان أولا يعني مسؤول المبيعات في شركة بيبسي كولا أو ماونتن ديو يفترض أن يكون عنده إيميل رسمي خاص بالشركة. بحثت بالإنترنت على هذه الأمور، ووجدت أنه هناك الكثير من الناس اللي شرحوا هذا الموضوع، أنه how to spot a car rap scam. هذا السكام هو عبارة عن عملية نصب واحتيال، يستخدمون يقول لك بأنه احنا راح نقوم بوضع استيكرات على السيارة، نعطيك مبلغ مادي أسبوعيا. كيف يقومون بالنصب عليك؟ أولا الصك الذي يرسل لك سيكون هو صك فارغ بدون حساب، يعني بدون رصيد. أيضا أنا استلمت الصك وذهبت إلى المصرف، ولأنه عرفت أن العملية فيها شيء مشبوه، فقمت بإبلاغ إدارة المصرف بأنه أنا استلمت هذا الصك من شخص أعمل معه أونلاين، إلا أنني أشك بأن هذا الصك هو بدون رصيد، فأتمنى أنه تتأكدون من هذا الموضوع. فأخبروني أوكي، قالوا بأنه إحنا راح نضعه في حسابك وننتظر يعني يوم أو يومين أو ربما حتى أسبوع، يعني بشكل على الأكثر. إذا كان الصك له رصيد فراح يقوم يعني نقوم بتنزيله بشكل نهائي في حسابك، بخلافه سيقوم بحذفه من الحساب.
العملية أيضا طلبت من عندهم أنه يعطوني المبلغ كاش، يعني قلت لهم بأنه إذا استلمت هذا المصرف المبلغ كاش ما الذي سيحصل؟ فقالوا لي بأنه هذا الصك إذا كان بدون رصيد، حتى إذا أعطيناك المبلغ كاش اليوم، إلا أنه عندما يتضح أن هذا الصك بدون رصيد سيتم أخذه من حسابك، يعني سيتم اقتطاع المبلغ من حسابك، وبالتالي كأنه أنا سحب فلوس من نفسي. النصب والاحتيال يحصل هنا، أنه عندما يقومون بإرسال الأشخاص المسؤولين عن وضع الملصقات على سيارتك، سيقومون بوضع الملصقات أو سيتلكؤون في وضعها، ولكنه طبعا سيطلبون من عندك أنه تقوم بإيداع الصك في حسابك، ثم يطلبون الرسيت أو يعني إيصال إيداع الصك في الحساب، ثم يرسلون لك الناس المختصين اللي هم أيضا يعني متعاونين معهم، ويأخذون نسبة الأموال الكبيرة طبعا، اللي هي يعني مثل ما قلت لكم أنه 4850 دولار، من 850 دولار لي، والبقية اللي هي 4700 لهم، فأقوم بإعطائها طبعا، أسحبها يعني كاش وأعطيهم إياها باليد، ويقومون بلصق الملصقات أو لا يلصقونها، ولكن في النهاية هذه المبالغ ستقتطع من حسابي أنا بالنتيجة النهائية، هم لن يعطوني أي شيء لأنه الصكوك كلها مشبوهة. إلى هنا لم تنتهي القضية، وإنما يعني استمر هذا الشخص بمراسلتي عن طريق التليفون، وأيضا أخبرني بأنه أوكي هل قمت بإيداع الصك؟ قلت له نعم، وضعت يعني عملت عملية الديبوزيت للصك في حسابي، ولكن المصرف أخبروني بأنه قد يأخذ يومين أو ثلاثة لعمل الكونفيرميشن، يعني للتأكيد بأنه هذا الصك له رصيد. فقال لي اوكي احنا سنقوم بارسال المختصين لك. قلت له طبعا جاوبته بالرسائل، قلت له بانه لا، انا لن استقبل اي مختصين ولن اعطيك اي اموال الا اذا تاكدت ان الصك له حساب، يعني له رصيد، وتم ايداعه بشكل نهائي في حسابي، وبخلافه فلن اقوم باستقبال اي احد ولن اقوم باعطائكم اي اموال بشكل كاش يعني. فقال لي ايضا يعني قلت له ايضا بان هناك شيء خاطئ، يعني هنا there something suspicious، يعني قلت له بان هناك شيء غريب في الموضوع، لانه انتم كشركه رسميه يفترض انه عندكم القدره على ارسال الصك مباشره الى المختصين، فليش ارسلتوا الي وانه طلبتوا من عندي انه انا اقوم باعطاء المختصين؟ فطبعا مباشره هو يعني عرف انه انا عرفت القضيه الخاصه بهم هي عباره عن نصب واحتيال، فجاوبني برسالة يعني مليئة بالسب والشتم، ويعني توقف عن إرسال أي شيء لأنه يعني عرف أن القضية كشفت. فالظاهر أنه يعني من خلال هذه الصفحة اللي هي يعني .ftc.government، يعني هذه موقع رسمي اللي هو الفيدرال تريد كوميشن الخاص بالحكومة الأمريكية، تلاحظ أن هناك الكثير من الناس اللي للأسف وقعوا ضحية هذا التزوير أو هذا النصب والاحتيال، فأتمنى أنه هذا الشيء يكون بعيدا عن الأخوة والأخوات المهتمين أو المختصين أو حتى أي شخص يعني يستخدم الإنترنت، لأنه الكل معرضين لهذه الأمور. فسأقوم بوضع الرابط الخاص بهذا الموقع يعني في الديسكريبشن الخاص للفيديو، وأتمنى أنه يكون هذا الشيء مفيد للجميع. كفانا الله وإياكم شر هذه الأمور، وشكرا جزيلا ومع السلامة.